ماتش اللي جاي ماتش بلجيكا، وبلجيكا خلاص في الامتار الاخيره قبل كاس عالم، وبلجيكا وما ادراك ما بلجيكا، يعني بلجيكا يعني كورتوا في حراسه المرمى، دي بروين، يعني فرقه فرقه. بلجيكا هتلعب ازاي؟ ماتش ودي بس في الاخر انت بتدور على سمعه، بتدور على اسم كبير، مصر هتلعب ماتش كبير، الناس دي ما بتهزرش، ماتش ودي دولي، ماتش في اجنده رسميه ما بيهزروش. اولا انت بالنسبه له بروفا اخيره، ما انا بتكلم في كده، ده الماتش بالنسبه لبلجيكا وعايز يوصل مهم رساله جدا للمنافسين في جدا كاس جدا. العالم. هو بيلعبك لانك فريق عربي عنده المغرب نفس المدرسه العربيه، نعم. هو بيلعبك في الكويت لانه عنده هيلعب في قطر نفس الاجواء والمناخ اللي موجود في قطر ومنطقه الخليج، يعني هو دارس المنافس كويس جدا ودارس اجواء المباراه وظروفها كويس قوي. اتمنى ان احنا كجهاز فني ولاعبين واتحاد كره قدم ما كانش يبقى همنا العائد المادي او اسعار التذاكر او مش عارف ايه، لا فنيا انا قلت قبل كده هنا يا احمد لازم فيتوريا يبدا يقدم لي شهاده ميلاد جديده لكره القدم المصريه، لازم تقدم لي فكر، انت راجل منظم عندك لاعبين اكفاء، اسم بتبحث عن 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 عن, عن شهره في العمل مع المنتخبات، جات لك على صينيه من ذهب انك تشتغل مع منتخب كبير زي منتخب مصر على الرغم من عدم تاهله لكاس العالم الا انه منتخب كبير عنده خلفيه كبيره جدا. فمباراه الكويت هي الفرصه لاقناع جماهير كره القدم المصريه بهذا الفيتوريا بالرجل، عليك انك انت تدافع عن نفسك وتحمي نفسك من انتقادات جماهير الاهلي عند استبعاد او ضم اي لاعب، وانتقادات جماهير الزمالك عند استبعاد او ضايب او ضم اي لاعب من الزمالك، واعلام الجبهتين لازم تبقى عارف انك في مرمى النيران، وللاسف الشديد زي ما قال شرقاوي من شويه دايما مدرب المنتخب هو الشماعه الدليفري الجاهزه، اسهل حاجه عند اتحاد كره القدم برغم طموحاتك واحلامك انه يكمل انه يجيب الشماعه من فوق ويبشر المدرب عشان يضحي بال 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 بالمدرب ويكمل. ايهاب جلال ما عادش ماتشين ثلاثه، ما انا بقول لك لا ده وانت المدرب اللي قبله حسام بدري برضه ما طولش وواقف على نتيجه، لا كروش برغم كفاءته انت مشيته برضه تحت ضغوط، كروش كان طبيعي انه يقعد لانه جاي مقدم لك مشروع لحد 26 اللي انت اتكلمت عنه من شويه مش فيتوريا. فالمباراه مهمه جدا. انت مش خايف على منتخب مصر في ماتش زي ده؟ يعني لا لا من النتيجه لا مش خايف، انا انا خايف انك ما تقدمليش شخصيه منتخب مصر دلوقتي. خلي بالك ان بلجيكا عايزه تقدم رساله لكل المنافسين، طبعا هينزل يقطعك، هينزل يتبعك، يعني نازل يلعب يعني كره قدم عاليه جدا، كبيره يوصل رساله مهمه جدا منافسين، انا جاي كاس عالم اخد كاس عالم والعب على استاذ احمد انه بلجيكا احد الفرق المنافسه المصنفه والمصنفه طبعا في كاس العالم انها توصل حتى المربع الذهبي. انا من وجهه نظري ان اهم 8 موجودين طبعًا في البطوله طبعا، هي بتاتي بعد البرازيل وفرنسا من وجهه نظري بلجيكا الثالث، يعني مكانه في المربع الذهبي شبه مضمون للمواهب الكتيره اللي عندها. ايه للمواهب الكتيره اللي عندها؟ طبعا موجود لوكوكو، دي بروين، هازارد، كورتوا، لا لعيبه كتيره جدا، لعيبه كتير انت لسه من اللعيبه اللي بنقعد نستمتع بيهم ونتابعهم في دوريات اوروبا وبتاع، يعني لوكوكو ده مهاجم لوكاكو جامد جدا جدا. فانت انت الناس دي عليك بقى انك انت تثبت حاله وانك مش فريق صغير، وخروجك من كاس العالم كان لسبب ضربات الترجيح او ضربات المعاناه مش انك انت خرجت كره قدم. وبلجيكا اذا كانت فريق قوي فانت في يوم من الايام مع حسن شحاته تعادلت مع البرازيل وقدمت ماتش اسطوري، ولا اتغلبنا 4-3 وكسبت ايطاليا بطل العالم بجول حمص، وكسبت اكتر من فريق عالمي كان في حاله كمان افضل من الحاله اللي عليها منتخب بلجيكا دلوقتي.